اللي كان متواجد في تدريبات الفريق صباح اليوم. يا شريف، اخبارك ايه يا شريف؟ تحياتي ليك يا زميلي امير، وحشني جدا انت اكتر وفرحان بظهورك طبعا حبيبي جديد ولكل مشجعين النادي الاهلي في كل مكان. حبيبي يا شريف، اهلا بيك. عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي على تدريبات اليوم والكواليس اللي بتتعلق بهذه التدريبات، واستعدادا لتحدي غايه في الاهميه امام الاتحاد السكندري. ايه الجديد عندك؟ الجديد زي ما انت مبتسم النهارده كان تمرين النادي الاهلي، كل لاعبي النادي الاهلي نازلين تمرين مبتسمين، تفاؤل طبعا، ثقه عن الفتره الماضيه. يا رب باذن الله يكون اللي جاي كله انتصارات، يا رب باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي في مباراته صعبه جدا امام زعيم طبعا الصغر، فريق كبير، فريق الاتحاد السكندري اللي ماشي بخطى ثابته جدا مع مدير الفني الكبير طبعا الكابتن طبعا طبعا طبعا. خليني اقول لك ان التمرين كان الساعه 12 ظهرا، ويمكن من قبل التمرين كان في تاهيل للنجم، النجم العائد النادي الاهلي من جديد كهربا، يمكن كهربا مهم ده بيتاهل، ويمكن كهربا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي بيقترب خلاص بشده من المشاركه مع فريق النادي الاهلي. يمكن النهارده شايف الاسبرنتات اللي بيفتحها في التاهيل، الشوتنج على الجول من مسافات بعيده او الفاولات من خارج ال 18، لا كهربا شكله بدا استعاد عافيته من جديد. انت عارف النادي الاهلي في الناحيه التاهيليه لازم اللاعب يعرف يجاري لاعبي النادي الاهلي في نفس المستوى البدني عشان ينزل معاهم التمرين. بطمنك كهربا خلاص قارب على يعني خلاص على المجارات لاعبي النادي الاهلي، فقريبا جدا ممكن يكون باذن الله في تمرين النادي الاهلي. النهارده طبعا كان تمرين خفيف للي شاركوا في لقاء الاسماعيلي، كل النجوم اللي شاركوا النهارده كان بيبقى طبعا النهارده في ريكفرنج علشان خاطر الاجهاد بصفه عامه، توالي المباريات كل 3 4 ايام مباراه، يعني فتره صعبه جدا، بيبقى الجهاز حريص الطبي والفني والاداري على طبعا التعامل مع لاعبي النادي الاهلي علشان ما يكونش في اصابات. عوده من جديد النهارده في التمرين بالسوليه، نجم طبعا وسط النادي الاهلي، احمد فتحي كابتن طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر، عوده من جديد. علي لطفي النهارده ايضا عوده من جديد في تمرين النادي الاهلي. بيشاركوا في التدريب بشكل كامل يا شريف؟ التمرين كله بالكامل. ومعاهم رامي؟ لا، رامي النهارده ما شاركش في التمرين. رامي النهارده طبعا رامي عنده شد في العضله الخلفيه، النهارده بتعمل له جلسه، بينزل المختص بتاع طبعا اللي في تغيير الملابس في النادي الاهلي، بتعمل له زي ريفريش للعضله الخلفيه، بكره باذن الله ينزل يشارك في التمرين. مشاركته بقى من عدمها بترجع لي الرؤيه الفنيه مستر فايلر، ولكن بطمنك كابتن سيد عبد الحفيظ قال هو جاهز، هو فعلا جاهز وكان ممكن يشارك النهارده، ولكن الجهاز الطبي فضل راحه العضله اكثر، فضل ريفريش للعضله اكثر عشان يكون جاهز بكره للتمرين. بكره لتكون الساعه 4 عصرا قبل التوجه الى التجمع الخامس طبعا المبيت في احد الفنادق هناك ليله مباراه الاتحاد السكندري. باقي المجموعه اللي ما شاركتش في لقاء الاسماعيلي النهارده كان عندهم جري حوالين الملعب، كان عندهم دوائر، كان عندهم تقسيمة النهاردة. الحراس ثلاث حراس، الشناوي، إكرامي، علي لطفي، تمرينة قوية جدا. علي لطفي بيحاول يلفت الأنظار بيشد، بيحاول يجاري شريف إكرامي ومحمد الشناوي. علي لطفي لافت الأنظار في تمرينة اليوم. التأهيل مستمر لرمضان صبحي، لياسر إبراهيم. يمكن رمضان صبحي شغالين معاه تأهيل، شغالين معاه ممكن يديله حقن البلازما عشان برضه ينشط شوية العضلة الخلفية، يكون مدة الرجوع أسرع شوية حسب بقى استجابة عضلة يعني عضلة رمضان صبحي العلاج ولا لا، يشوف المده بقى 6 اسابيع ممكن تقل ممكن تزيد، بس باذن الله رامي سوري رمضان على عضلته قويه ما شاء الله، باذن الله يكون الاستجابه اسرع وباذن الله ما ياخدش المده الكبيره ديت. ياسر ابراهيم خلاص في المرحله النهائيه في التاهيل. النهارده الجلسات مستمره، مستر فايلر عقد جلسه مع قفشه مع حسين الشحات، اتكلم فيهم عن المرحله الاخيره، عن يعني سوء الحظ اللي كان بيخلي شكلهم بالظاهر او بالشكل اللي هو بيتمناه جماهير النادي الاهلي، اداهم بعض التعليمات النهارده. معانا يا شريف؟ معانا يا شريف ولا فصل؟ فصل؟ طيب، بنشكر زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، وقال لنا يعني بشكل كبير الراجل قال لنا كل الاخبار اللي بتتعلق بالفريق النهارده واستعداداته.